سمعني فقال لتلاميذه قعدوا هنا بينما أنا أصلي، وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة، فقال لهم: نفسي حزينة، نفسي حزينة، حزينة حتى الموت، نفسي حزينة حتى الموت، نفسي حزينة، نفسي حزينة، حزينة حتى الموت، نفسي حزينة حتى الموت. انتظروا هنا واسهروا، واسهروا، وابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي حتى تعبر عنه ساعة الألم. إن كان ممكنا فقال: أبي أبي، أنت قادر على كل شيء، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد، بل كما أنت تريد. ورجع فوجدهم نياما، فقال لي بطرس: أنائم أنت يا سمعان؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، سهروا وصلوا لئلا في التجربة. الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف، وابتعد ثانية وصلى. فردد الكلام ذاته.
ورجع أيضا فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم وحاروا بماذا يجيبونه. ورجع في المرة الثالثة وقال لهم أنيام بعد ومستريحون يكفي يكفي، جاءت الساعة، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني يسلمني، نفسي حزينة نفسي حزينة حزينة حتى الموت، نفسي حزينة حتى الموت، نفسي حزينة نفسي حزينة حزينة حتى الموت، نفسي حزينة